السلام عليكم الشباب، النهاردة أنا جايب لكم 3 مفاجآت. أول مفاجأة معانا إيه اللي موجود جوه القمر في باطن القمر. لب القمر من جوه غني بالحديد وصلب جدا بقطر حوالي 240 كيلومتر، زائد برضه إن فيه حديد سائل قطره 330 كيلومتر. الفرق بين تكوين الأرض والقمر هو إن نواة القمر حواليها طبقة شبه منصهرة قطرها حوالي 480 كيلومتر. بس على فكرة باطن القمر أبرد من باطن الأرض، إن القمر أصغر بكتير من الأرض وبيفقد درجة الحرارة بتاعته أسرع في الفضاء. طبعا المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. حد سأل نفسه قبل كده ليه الضلمة بتيجي بالليل؟ سؤال بسيط جدا بس حير الفيزيائيين، وده اللي أطلق عليه مفارقة أولبرز لما طرح العالم الألماني هنري أولبرز السؤال ده في القرن ال19. فكان في إجابتين، أو بمعنى أصح نظريتين. الأولى بتقول الانزياح الأحمر أو تأثير دوبلر، واللي معناها إن توسع الفضاء ممكن يكون سبب في تقليل كمية الضوء اللي جاي لنا. التانية بقى بتقول إن الكون بتاعنا مش قديم، لأنه لو العكس كانت السماء هتبقى مشرقة بلا حدود. ده لأن الضوء في كل نقطة في الكون كان ليه الوقت الكافي للصفة لكل نقطة تانية، وطبعا الكون بتاعنا مش محدود وليه حافة زمنية، لأن عمر الكون لو محدود هيحد من كمية الضوء اللي بنشوفها. وطبعا برضو المصدر هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. تالت حاجة معانا، ازاي حصل الاتساع الكوني. تمكن فريق من الباحثين من القاء نظرة على المراحل الاولى في عمر الكون واللي بتعتبر الابعد والادق لحد دلوقتي. الباحثين حللوا احدث البيانات المتعلقة بخلفية الكون الاشعاعية اللي تم التقاطها عن طريق مرصد دبليو ماب وبلانك، وده مكنهم من رؤية حالة الكون في اول 100,000 سنة بعد الانفجار العظيم بالظبط. بيقول بروفيسور إيريك ليندر أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة بيركلي، البيانات اللي حصلنا عليها بتتفق مع الصورة المعروفة عن مراحل الكون المبكرة اللي كانت مليانة بالإشعاع، والبيانات بتشير لوجود فائض من الإشعاع اللي بيفوق ما يمكن أن نتوقعه، أقصد الإشعاع الكوني، من فوتونات الانفجار العظيم لوحدها. المشتبهين الأساسيين وراء الزيادة في كمية الجزيئات ممكن تكون نسخة عن جزيئات النيوترينو واللي كانت موجودة في بداية الكون، أو إنها الطاقة السوداء المضادة لقوة الجاذبية ودي اللي بتعمل على تسارع اتساع الكون. وبيقول إن اكتشاف الطاقة السوداء في المراحل المبكرة من عمر الكون مش بس بيقدم رؤية جديدة عن أصل اتساع الكون، ده كمان بيقدم دليل جديد على نظرية الأوتار ونظريات تانية كتير. الكلام ده طبعا في فيزياء الجسيمات. التجارب الحالية لقياس خاصية الاستقطاب في الإشعاع الكوني بتوفر المزيد من المعلومات عن الفيزياء البدائية للكون. لحد هنا خلصت حلقتنا، المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم.